صباح الخير، أنا بنت البطل الشهيد العقيد محمد عيد عبد السلام. عمري ما هنسى آخر مرة كنت بوصل فيها بابا وهو رايح شغله، وزي أي بنت كنت بستنى رجوعه ليا بالسلامة. وفي اليوم ده بدل ما أسمع صوت بابا وهو بيفتح الباب ويسألنا عاملين إيه وحشتوني، سمعت صوت ضرب نار. قلبي ساعتها اتقبض، خفت قوي على بابا، ولقيت لساني بيردد من غير ما احس ربنا يستر ربنا يستر. ولما عرفت بعد كده خبر استشهاده حسيت ان ظهري اتكسر. ما هو بابا كان ظهري وسندي وقدوتي اللي للاسف ما لحقتش اشبع منه. كان دايما جنبي بيقول لنا نفسي لما تكبري اشوفك دكتوره. علشان كده انا اتحديت احزاني ودخلت كليه الصيدله. دلوقتي اكيد بابا شايفنا وحاسس بينا وفرحان بيا وبتخرج اخويا عيد اللي بشوف فيه بابا، في رجولته وحبه للخير وحنيته عليا وعلى اخواتي. والنهارده لما شفت وسط زمايله كلهم قوة وعزم وإصرار اتأكدت إن دم بابا ما راحش هدر. علشان كده حابة أقول لك يا عيد ولكل زمايلك، مصر تستاهل، مصر تستاهل كل التضحيات. وحابة أقول لك يا عيد إن أنا فخورة بيك، وإن أكيد بابا الله يرحمه هو كمان فخور بيك لأنك صممت تكمل مشواره. وإحنا معاك وهنفضل جنبك لغاية ما نجيب حق بابا البطل الشهيد وكل الشهداء، ونهزم بالخير والإرادة الشر والغدر اللي اغتاله وكان سبب في حرماننا منه. وإحنا هنا علشان نقول للدنيا كلها مصر هي السند الحقيقي. مصر تستاهل وهتبقى طول ما فيها زي بابا أبطال وشهداء بالملايين.